السلام الله عليكم. عندنا هذه الأخت طبعا لي فترة طويلة وهي على هذه المعاناة. حصل لي وهي يعني صغيرة حمى شوكية، عملي طبعا عملية على سبب انه الرجل ترجع زي ما هي، لانه كان ما يقدرش حتى تمده. الان حصل لي المشكلة نفس الخبر، انه ما يقدرش الان زي الاسير بمكانه، لا تقدر تقوم ولا تقعد. وهذا تقريبي العملية، العملية تكلف 1,000,000 ريال. ايضا عنده العمود الفقري، عنده 4 فقرات متعوره، بس الدكتور قال ما يقرر العمل حق العمود الفقري الا بعد ما توقف اولا، تبدا يعني من العمل تعمل رجله وبعدين يقرر. ايضا من الغريب هذه ايضا اخته، هذه اخته مقعده نفس الشغله. هذه قصتي والله من اغرب القصص الذي صادفت لي بحياتي. طبعا هذه الاخت وهي بالسائله قتلها حنش، قتل الحنش. اول ما قتل الحنش قال قتلكو طبيعي، روحك. قال انا بالليل اصحى الصباح مشلوله، ما اقدر لا اتحرك ولا يعني، والعياذ بالله، انه اقسم بالله انه الجسم يزرب لما اسمعك القصه حقها. الان ليس لي هي على هذه الحاله من بعد ما قتل الحنش. طبعا كل شيء اللي تحته على حفاضات على كل حاجه، ما حد داري من السبب. يعني حالتين بنفس الغرفه، طبعا ايتام، الام متوفيه وهذا جالست بس عند مرت اخوها. هذه يحتاج علاج وعمليه، وهذه ايضا تحتاج يعني سفر لصنعاء او ما حد دري مو قصته. فانا وجهي رساله، اسال الله من شاهد الفيديو ينشره وينشره، لانه ثنتين الخوات والله العظيم بنفس المعاناه، وحفاضات وكذا ومعاناه ومرض وتعب وقصه غريبه. يعني قتل حنش، سبحان الله انا ما اقدرش تصحي الان، مشلوله زي ما هي طرحت الفراش. فأنا أسأل من الله ثم من كل من يحب الخير، يعني يحب الأجر، يعني يعتبر هذا الثنتين خواتهم، وأيضا يشاركوا الفيديو ينشروهم. والآن لننزل فيديوهات، والله إن أمس خلال أسبوع يعني حالة سرطان وحالة ثانية أتوفيت. شاركوا معنا الفيديو تنشروا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الداع الخير كفاعله، إنسان مأجور مهما كان. كل إحنا يعني فترة وسبحان الله ما حد دري من قباله. فإن صناع المعروف تقي من صار السوء، فسبحان الله بسبب نشر الفيديو وتساعد الناس. فأنا أسأل الله ثم كل من نشر الفيديو وتساعد مع هذه الأخوات ومدلها أن يدعون، أن ربي يحفظه ويحفظ أولاده من هذه الأمراض. جزاكم الله بخير.